واحنا كده جايين من كورنيش وممشى اهل مصر على ساحه العلم. زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا جداريات عملها طلبه فنون تطبيقيه، جداريات جميله جدا فيها الطابع السيناوي وطابع هنا اهل مدينه الطور. سياده المحافظ، دي ساحه النصر، ساحه العلم اللي فات كان ميدان النصر، ساحه العلم، عفوا ساحه العلم، ساحه العلم. وفي الجانب الاخر عندنا برضو شارع 306، هنروح ان شاء الله. فعايزين بقى نتكلم عن هذه الساحه. انا بس هوجه الاول الناس يعرفوا ده الشارع الرئيسي بتاع الطور اللي فيه المدنتين الجامع دول، ده الشارع الرئيسي اسمه شارع المنشية. اللي يقف عند العلم يشوف اخر يعني مكان في مدينة الطور، ده شارع رئيسي يعتبر السوق بتاع المدينة. احنا عمودي عليه بقى عملنا ساحة العلم. الناس هنا برضو زي ما بقول لحضرتك بيجوا بيتنزهوا، بيجوا يتواجدوا في ساحة العلم. احنا بعد ساعتنا ما نعوز نعمل ايفنت، نعمل السلام الوطني، نعمل احتفال، بنعمله برضو في ساحة العلم. المنطقة اللي وراك ده كان سور فاضي، سور القاعدة البحرية، ما كانش فيه حاجة. فطبعا احنا تواصلنا مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في الحقيقة تفاعل معنا تفاعل جامد جدا، وبكلم الدكتورة ميسون رئيس كلية الفنون التطبيقية، بعتولنا الدكتورة ريهام ومعاها 25 طالب وطالب في الحقيقة، قعدوا أسبوعين خرجونا كل الجمال اللي انت شايفه. أسبوعين بالظبط، يعني المحافظة طبعا استضافتهم، يعني كل الجمال اللي انت شايفاه ده كله. بشكر هنا بقى في برنامجك كلية الفنون التطبيقية فعلا على رأسها الدكتورة ميسون والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في الحقيقة على المجهود اللي اتعمل، اللي عملوه ولادنا شبابنا في عز الشمس، عملوا الكلام اللي انت شايفاه ده كله.